جديده من عمال ايديا. النهارده هنعمل مع بعض فتت العدس، وهنعمل فراخ بطريقه لذيذه جدا لشم النسيم. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. الفته بطريقه تقليديه، بنعملها بطريقه ممكن على كذا شكل او كده، بس قلنا النهارده نعمل الفته فته العدس الحلوه بقى بتاعتنا، وتبقى برضو نحط فيها التاتش بتاعنا. دقتها وعجبتني جدا جدا، وميرسي جدا لطنط رشا، عملتها هايل، فقلت بقى لازم اعرفها لكل الناس. تعالوا الاول اقول لكم كده المقادير سريعا. احنا نعمل العدس عادي جدا، بعدين هنعمل الفته. عندنا العدس نقعينه في ميه ومصفيينه، عندنا بطاطس، كوسه، طماطم، وجزر، وبصل، السمنه بقى عشان نحمر العيش فيها، وعندنا المرقه والشوربه مع البهارات والثوم والليمون. عايزين نعمل واحده لذيذه جدا، تعالوا بقى نبدا مع بعض الاول. اول حاجه عايزه اعملها، عايزه ادخل كل المكونات مع بعض علشان نقدر نعمل العدس، فاحط شويه من الزيت هنخليه بس يحمر الاول شويه. طبعا العدس من الاكلات الحلوه قوي قوي، واحنا برضو مش هنعمله يعني هنتحكم مع بعض في التقل بتاعه، عايزينه يبقى سميك شويه علشان نقدر ان احنا نفرده ونحط عليه العيش ونعمله زي بقى الفته الحلوه. مش هيحتاج معانا رز، طعمه لوحده هيبقى خطير، ان شاء الله هيعجبكم قوي، ودي حاجه على ضمانتي. هنحط مع بعض بقى كل الخضروات، وعايزينهم كده ياخدوا لون حلو. نجيب طبق نحط عليه الحاجه. دايما في الشغل بقى خلوا جنب البوتاجاز طبق معين تبقوا انتوا حاطينه، تخلوه للمعالق اللي بنحطها على اساس ان احنا ما نوسخش الطب بتاع المطبخ بتاعكم. هيساعدنا كتير جدا في ان احنا يعني نبقى لامين كل حاجه عليه وعلى طول يتغسل. اوكي كده، بصوا بقى معانا اهو، هنعمل البصل بس عايزاه يصفر شويه ويدبل علشان اقدر ان انا اكمل بقيه الحاجه عليه. الفته دايما بتبقى من الحاجات الحلوه جدا 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 في المناسبات، في الوقت اللي هو بنحب نعمل فيه دايما حاجه نقول تشبع، وفي نفس الوقت برضو نعملها بس تبقى بطعم حلو قوي. فتعالوا ايه نحط التاتش بتاعنا ونفتكس، وانا ان شاء الله اي افتكاسه هتلاقوني جايبها لكم على طول علشان نعملها مع بعض هنا في عمايل ايديا. هنحط بقى الثوم، دي هنا معانا نشتغل عليها. يلا وهبدا بقى كده، انزل بقى كله يستوي مع بعض، ونصفي البطاطس. هنحط الخضار دايما اللي بنحبه او بنرتاح له في العدس، فايه فتختاروا دايما الخضار الحلو برضه نفس الوقت يبقى مفيد علشان احنا هنعملها، بس هنعملها المره دي دسمه شويه يا جماعه، فايه بس هتحبوها جدا ان شاء الله. يلا بصوا بقى كده منظر الخضار وهو محطوط، ونسيبه بس يدبل ويشرب اهو. نحط بقى العدس، العدس زي ما اتفقنا هنبقى ناقعينه في الاول نص ساعه
في ميه. حلو بقى نطلع كده مع بعض سبت ايه البيض. طبعا دي حاجه من التقاليد بتاعتنا في شم النسيم، دايما بنعمل نلون البيض. وعايزه بقى اقول لكم برضو على كذا لعبه ممكن نلعبها مع الاطفال في شم النسيم. تلوين البيض بتبقى طبعا من الحاجات الحلوه جدا والتقاليد الحلوه جدا اللي احنا دايما بنبقى حابين ان احنا نعملها. وانا صغيره واختي واخويا واحنا صغيرين دايما نحب نلون البيض ونستنى نصحى من النوم عشان الويك اند بتاع شم النسيم. وبنجيب بقى البيض ونقعد نلونه ونقعد نعمل بقى فيه حركات والاقلام التلوين ونعمل اشكال وارنب وحاجات كده، فدايما بتبقى حلوه جدا. وتقاليد يعني زي ما ممكن نقول يعني ما نقطعهاش بقى من بيتنا علشان بتفرق جدا جدا معانا. فانا ان شاء الله قررت ان انا مع بنتي برضو هبقى كده، ومش يعني دلوقتي دايما كل حاجه خلاص كانها بتروح، فاحنا مش عايزين بقى نودي الحاجات على الاقل الحلوه مننا. فتعالوا مع بعض ان احنا نقرر ان احنا دايما هنعمل الالعاب دي مع اولادنا. وتلوين البيت دي حاجه بسيطه قوي، ممكن كمان في اي خروجه، لان طبيعي شم النسيم بنروح بقى ناكل الاكلات اللي احنا عارفينها كلنا والاكلات اللي احنا بنحبها. فتعالوا نلعب معاهم لعبه، دايما بنروح الجناين لان الجو بيبقى جميل جدا. ممكن البيض اللي احنا لوناه او عملناه واحنا مثلا قاعدين في الجنينه نبدا نخبيه في حتت، لما نخبي في حته والولاد ما يبقوش عارفين هي فين، ونشوف مين هياخد اكبر عدد، وده اللي هياخد مثلا الحلويات، او يعني بيبقى زي لعبه لذيذه وسهله جدا وبسيطه قوي، ممكن نعملها بسهوله قوي قوي قوي. فعشان كده يعني انا لسه عاملاها الاسبوع اللي فات، قلنا نعملها بدري شويه عشان كل واحد بقى هيبقى في حته من عيله في الوقت ده. فقلنا ان احنا عايزين نعملها، وعملتها فعلا وليلى اتبسطت جدا. فعشان كده حبيت ان انا يعني اشارك معاكم حاجه زي كده ان احنا برضو نعملها، فهيتبسطوا قوي الولاد. تعالوا كده بس اديها كده لحد ما ايه ما تجيلي. يلا تعالوا بقى نحط الشوربه او المرقه وايه نسيبها تغلي. تعالوا بقى نحمر العيش على ايه على ما تعمل، نحمر العيش. العيش بقى يا جماعه هنحمره في الطاسه، هنحمره في شويه من الزبده مع الزيت عشان يطلع حلو قوي، هي بتبقى دسمه. اللي مش حابب يحمره في الزبده ممكن يحط زيت، انا هحط معلقه واحده بس من الزبده والباقي زيت. يلا، مع ان يعني هي المفروض الفته الاصليه بتاعتنا ان احنا ما نعملش كده، بس يلا مش هحط كله زبده، هحط شويه، مش هحط قصدي كله بقى سمنه، هنحط ايه شويه من الزيت برضو. شم النسيم بقى من الاعياد المرتبطه جدا بالاكل ومرتبطه جدا بالوصفات الحلوه والدسمه كمان، غير بقى الفسيخ، الرنجه، طبعا كل الحاجات اللي ايه اللي احنا بنحبها جدا وبنستناها مخصوص عشان ناكلها في شم النسيم، بنتلكك يعني عشان نعملها وناكلها. فممكن ان احنا نعمل بقى جنبها حاجات تانية، وده اللي احنا بقى النهارده هنعمله. يعني انا قلت نعمل العدس حاجه جديده شويه في شم النسيم، ومعاها هنعمل برضو الفراخ. هنعمل وصفات كتير ان شاء الله في اسبوع شم النسيم علشان تعجبكم وتطلع حلوه جدا. هنعمل حاجات ان شاء الله هتعجبكم جدا كلكم، وهتبقى على جميع الاذواق. يعني حاجه تبقى للتجمعات طبعا بتاعت العيله، لان احنا بطبيعتنا بنستنى الاعياد علشان نتجمع. فده من الاعياد المصريه الاصيله. فيعني قلنا نعمل بقى حاجه حلوه كده. وطبعا اديكوا كده حته صغيره من تاريخ شم النسيم او عيد شم النسيم، ان هو من زمان جدا، من ايام الفراعنه.
فهي يعني 2500 قبل الميلاد كمان، يعني حاجه قديمه جدا، بس احنا متمسكين بيها ودي حاجه حلوه ان احنا اهو. يلا بصوا بقى كده، هنحط بقى الشوربة على الثوم، نديها بقى الخل عشان ايه دي كده التقلية بتاعتنا. ممكن نعملها بقى ني في ني لو عندنا الشوربة على مية سخنة ونحط فيها الثوم على طول هتبقى سريعة، وإيه معلقة خل أو معلقتين خل تبقى سريعة معانا برضو. وهنا العيش برضو عندنا كده خلاص قرب، فكده احنا قربنا بقى خالص. تعالوا بقى نتكلم تلوين البيت جه منين. زي ما اتفقنا ان شم النسيم هو من ايام القدماء المصريين، فهي حاجة مصرية قديمة جدا، تقاليد بتاعتنا من زمان جدا واحنا تمسكنا بيها. وتلوين البيت كان بيرمز عندهم للأمنيات. ثانية واحدة نشيل بس ده. كان يعني يرمز لبداية الحياة الجديدة، لأن هم كانوا مقتنعين إن الحياة ابتدت في الوقت ده بالذات من السنة، وعشان كده كانوا بيلونوا البيت أو بيكتبوا بقى عليه الأمنيات بتاعتهم وبيحطوها على باب البيت بتاعهم. وإحنا بقينا نعمل كده بس بطريقة تانية برضو، بنلونه وبنزغرف عليه علشان نبين السعادة وبنبين الفرح، ويعني دي زي أصول العيد نفسه. فإحنا بس يعني بناخد الحاجة ونظبطها علينا وعلى الوقت اللي إحنا فيه. أهو كده إحنا عندنا جاهز إن أنا أدخله يتضرب بقى في الخلاط. يلا، وعايزين كبشة، أيوة حاجة كده. بقى بصوا دي شايفين الطبق ده شال ازاي، بيشيل جامد جدا 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 معانا. ولسه بقى العيش سخن يا جماعه، هديله ايه، هديله بس كده شويه من التقليه اللي احنا عاملينها الحلوه دي علشان طعمه يبقى حلو معانا. اوكي يلا، تعالوا بقى على مروق هنا واضرب العدس في الخلاط وجهز الوصفه الثانيه. نطلع فاصل نرجع مع بعض. يلا هنبدا مع بعض، احنا ضربنا العدس، فتعالوا بقى نبدا نحطه هنا ونظبط بقى السمك بتاعه اللي احنا عايزينه. لو حابينه يبقى اخف، بس احنا هنعمل بقى الفته فمش هنبقى عايزينه اخف من كده. ننزل كله. طبعا الفتات يا جماعه اتعملت اصلا علشان العزومات ويبقى عندنا الاعداد، يعني عشان لما نحب نبقى عازمين ناس كتيرة هي دايما بتصد قوي في العزومات. فاحنا الفتة من الحاجات جوزة الطيب اللي بتتعمل علشان العزومات، تعرفوا تعملوا اطباق حلوة كبيرة. كمون نظبط بقى، نعمل بقى ملح وفلفل كده، وعايزين نديله طعم حلو قوي علشان ايه
احنا ما حطيناش فيه حاجه خالص. اللي بيحب يحط المرقه اوكي، بس هو مش هيبقى محتاج قوي لان احنا عاملين اوريدي الشوربه حلوه اهو. هندوق دايما واحنا بنعمل كل خطوه زي ما اتفقنا، عايزين ندوق علشان مع كل خطوه هتلاقوا الطعم بيتغير. يلا اهو كده عندنا العدس بدا يتقل ويسخن اهو. ندوق بس الطعم عشان ايه قبل ما نحط نبقى مظبطين. نديله كده شويه توم صغيرين اهو عشان التوم مش باين فيه. نجيب بقى البايركس اللي هنقدم فيه. هنجيب بقى ايه دايما، هاتي بقى بايركس كبير وايه ونحطه اهو. تعالوا نقفل. حاجه ملونه اهي عشان ايه برضو شم النسيم نحتفل بيه مع بعض. بقى ايه نحط بقى على الوش. العيش مش عايزه اقول لكم يا جماعه من الاكلات الحلوه جدا جدا، هتعجبكم جدا وهتعجب اي حد هيدوقها لان هي مميزه جديده وفي نفس الوقت مكوناتها مكونات هتبقى موجودة دايما في البيت، فلما تتعمل هتطلع حلوة جدا 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 اهو. بس نديها بقى ايه في الاخر الرشة اللي اتفقنا عليها. الصوص بتاعنا اهو هنديها رشة كده ايه خفيفة تتحط عليها. هم السبب بقى الحلو بتاع الخضار بقى بتاعنا ده، نعمل نلونها بايه بالاخضر. شكل جمالي حلو تتقدم وتتحط وهتطلع حلوة جدا جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض الوصفة التانية سريعا. الوصفة التانية لذيذة جدا، الفراخ هنعملها بطريقة حلوة، تتبيلة جميلة، ودايما التتبيلة بتفرق قوي مع الحاجة اللي احنا بنقدمها. وبصوا برضو انا هنا في الجنب هقطع ليمون ونحط على الجنب عشان اللي حابب يحط الليمون مع العدس برضو هيطلع حلو جدا. نبدا بقى مع بعض في الوصفه الثانيه، وصفه لذيذه جدا لنوع من انواع الفراخ. هنجيب الفراخ هنقطعها اربع ارباع، او لو حابين نقطع كل حاجه لوحدها برضو اوكي. لو عايزه الدبوسه لوحدها الجناح لوحده برضو تطلع حلوه جدا. معانا خل التفاح، سكر، سكر بني، ومعانا التشيلي او البابريكا متقطعه زي ما احنا شايفين، ومعانا جوزة الطيب والزيت. هنعمل كله في وملح وفلفل طبعا اهو. نجيب بس الملح والفلفل علشان
بتبل على طول. برضو هي بتبقى احلى كتير لما تتبليها في ونحط في الاكياس، يعني ايه مش هنتبلها ونخليها، لا هنتبلها ونحطها في الاكياس، بس احنا يعني عشان هنا وانا حابه اوريكم التتبيله قدامكم، بنتبلها ونحطها في الاكياس اقل حاجه 30 دقيقه. وطبعا الفراخ بتاعتك بقى تبقي غسلاها كويس بالدقيق. تطلع حلوه قوي قوي. ودايما زي ما اتفقنا هتجيبي الفراخ، تعالوا نعمل بقى حاجه جديده، يعني مش لازم نعمل بقى التقليدي اللي هيخش الفرن بنفس الطعم بتاع كل مره. فايه نطلع حاجه، اللي مش بيحب الحاجه سبايسي مش لازم ايه يحط البابريكا، او مش لازم يحط منها كميه كبيره يعني. نحط بقى الزيت، هنقلب كويس. عشان ايه تاخد زي ما اتفقنا، احنا هنحطها في الاكياس. ممكن نقسمهم على كيسين لو عامله كميه كبيره، علشان ايه اهو، علشان ياخدوا الطعم كله كويس. كده كلها حلوه جدا. تعالوا بقى ايه، يلا هنرصها بقى وندخلها الفرن. تاخد السوا بتاعها وبعدين ايه ناخد بقى الفراخ وندخلها الفرن. نسيبها بقى عشان تستوي شويه، ممكن نغطيها تستوي كويس، بعدين نفتحها ونسيبها من على الوش عشان ايه تاخد لون حلو. هنقدم بقى الفراخ مع طبق سلطه لذيذ، وبرده يبقى شكل حلو للفراخ لما تطلع. مكوناتها هتبقى الجرجير، اوكي اهو، وهنعمل الجزر. احنا برده بقى شم النسيم، فعايزين ايه نجيب الالوان بتاعت شم النسيم اهو كده. ممكن نحط معاه كمان الرمان، هتطلع حلوة جدا. وهنحط اهو البيكنز معاه، بتبقى حلوة برضو قوي. وممكن لو هنحط نوع من انواع الخضرة الفاكهة هيطلع برضو حلوة قوي، ومش لازم نحط بقى اي مكسرات معاه. ممكن نحط لوز، ممكن نحط دبل سمك وحط عليه سكر او عسل المتواجد يعني. خل البلسمك وهنحط معاه سكر او عسل، بيبقى حلو جدا دايما مع الجرجير. اوكي، وبرده ايه زيت زيتون. اوكي كده تمام. نطلع بقى الفراخ ونبدا في الراس. كده الفراخ اخدت لون حلو جدا، نبدا بقى ايه نرصها كده حوالين السلطه.
كده عملنا مع بعض وصفتين لشم النسيم حلوين جدا، وفي العزومات وفي اللمه هيطلعوا حلوين قوي قوي وهيعجبوا كل اللي هيدوقوهم عندكم ان شاء الله. عملنا مع بعض الفراخ بصوص جديد بطريقه جميله، معاها سلطه حلوه قوي، وعملنا فتت العدس الحلوه برده قوي والجديده. اتمنى تكون الحلقه خفيفه، وعيد شم النسيم سعيد عليكم كلكم، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.